السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك وسهلا يا بك، شيخ؟ حيا الله العندليب. أنت الله صديق يحييك عمر يا لك شيخ، كبير القدر بالقرآن الكريم. أهلا الله وسهلا، يبارك فيك يا شيخ. ونحن نتابع تلاواتك مع الشيخ حسن الحسيني كل يوم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ، ومبارك عليك هذه الختمة. الله يبارك لنا ولك يا رب، ويحفظنا وإياك ويجعلنا جميعا من أهل القرآن. ما شاء الله عليك ما يا شاء أستاذ الله، علي. هذه الجهود الطيبة المبذولة منك يا شيخ لنشر القرآن الكريم ولنشر الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك. اللهم آمين. وإياك يا أيها الخلوق المؤدب الذوق الله الراقي، الله علينا يبارك أنا بعد فيك. أتابع. إن شاء الله إن شاء الله اليوم نختم معك، وبإذن الله بما أنك صرت هنا في الأخير تشرفنا غدا كذلك إن شاء الله معنا. الله يبارك فيك، أنا أتشرف يا شيخ وأنا أحبك في الله، الله يحبك يا شيخ علي، وسعيد جدا يا شيخ الله بالظهور يسعدك، معك. الله يسعدك دوما، وسلامي للأهل جميعا. الله يبارك فيك، نعمة التربية يا شيخ علي. تفضل يا شيخ علي، المايك عندك. إن شاء الله إن شاء الله سأحاول أني أقلدك، وإن شاء الله أني أتوفق يعني في تقليدك. ما شاء الله عليك يا شيخ، صوتك جميل ومميز. الله يجزاك خير، الله نتشرف، هذا شرف كبير. الله يبارك فيك يا شيخ. تفضل يا شيخ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لا فض فوق. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. بارك الله فيك يا شيخ علي، انا بس اقرا معك علشان اجعل صوتي بعد صوتك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ ويجزاك الخير. انت قدوه حسنه لنا يا شيخ. الله يجزاك خير يا شيخ علي، بارك الله فيك، وان شاء الله انتظرك غدا بالذات في البث المباشر. بإذن الله بإذن الله. خاص هذه استضافة اليوم وغدا إن شاء الله. يحييك يا شيخ. الله يجزاك الخير يا شيخ ويبارك فيك. في أمان الله وسلامي للأهل جميعا، حفظك الله ورعاك. الله يبارك فيك، السلام عليكم. حياك الله، استودعك الله.